تنبي قبل ما تفرج في الحلقة هذه من المستحسن أنك تتفرج في الفيديو بتاع ساي فور سوجي موجودة في أول الديسكريبشن. تعد تونس مركزا مهما من مراكز التجارة والصناعة، حيث كانت الأسواق تعمل في تونس في نشاط وتصدر البضائع إلى البحر المتوسط. تم بناؤها في القرن السابع للهجرة الموافق للقرن الثالث عشر ميلاديا على يد مؤسس الدولة الحفصية أبو زكريا الأول. موضوع حلقة اليوم الشاشية، وهي قبعة رجالية تلبسها العديد من الشعوب الإسلامية. تدخل الشاشية ضمن اللباس التقليدي التونسي، هي في الأصل نوع من القلنسوة، حمراء في تونس وسوداء في ليبيا، وفي تونس سوق خاص لإنتاج الشواشي. معني صاري البارح عادي جدا باش نتفد. تي ليه يا ودي؟ مش احكي لك على التورناج تاع البارح اللي فزت على الشاشيه يا ودي؟ ليه بحكي لك على تحاليل تيفا عامه؟ مش وقاي تقص علينا تعطينا البرمجه نتاع الشهر هذا وادخل في السيح سيابنا. مازال عندنا تونسي واحد في سيدي، الحكايه سهله برشا، نحب نسبورتيه وفي نفس الوقت نحب نعيش نفس الجو. وانت ما فديتش، سيبوا الميكرو ما توريها لحد. رد بالك واش عمل؟ اش بيعملك؟ ما عندي فكرة. ماني جاي. شنو رايكم نعملوا حلقة أبديت على طريقة الأور سوجي؟ كوكبة حلقة خاصة نعلن فيها نهاية مشاركتنا في تحديات سديم. اضغط على زر الاشتراك وما تنساش كلمة بوز باش ما تفوتك حتى حلقة. ونشوفنا قصة باش نعمل ستاند ابس. يلا ليتس جو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة من كوكبة. من اليد لليد خارج عن الموضوع. أول حاجة الحكاية ذي عملتها برغم أنها كانت صعبة صعبة جدا. أني يعني نحجم شعري بالطريقة هذية حاجة ما عملتهاش من 2015 من الدبريشن اللي حكيت عليها في الحلقة اللي فاتت. العمل هذية قمت به باقتناع، لأنه متصور أنكم تفرجتوا في حلقة سيف. سيف زاد عمل اختيار صعب برشا، وأنا حبيت نعمل حاجة هكا ختامها مسك في آخر فيديو، فيديو الاستسلام ونهاية هالمغامرة هذية. أني يعني سوليداريتي مع الشخص الوحيد والأمل الوحيد للتوانسة في برنامج ستديم. على كل حال حبيت زادا تريبيوت اللي هو نعمل الفيديو متاعي متاع الابديت على البرنامج اللي جاي. على كل حال باش نعطيكم برنامج متنوع بالنسبة لباقي شهر افريل وشهر ماي. يلا ليتس جو. اول حاجة باش نحكيو على التك. اول حلقة باش نعملو ستوديو تور باش نوريكم هالمكان هذايا اش عندي فيه تكنولوجي. من بعد باش نعملو دريم ديسك باش نوريكم ديسكتوب فيه ماك بوك برو وذ 4K مونيتور. بعد باش نحكيو فون ليجندز، هذا كونسبت مسميه ذا فلاج شيب كونسبت، لانه نقدم فيه حاجه فيها النوستالجيا. اخر حاجه باش نعملو حلقه على الابل ايكو سيستم. علاش نحب الابل؟ نرجعوا للفيجوالز. برامج الفيجوالز هما البرامج اللي بطريقه نوعا ما احترافيه. اول حلقه باش نعملو بنش مارك على المونسترو، يا ماي ستيشن ماي ورك ستيشن. وباش نعملو حلقه على الوحش الصغير ذا كانون اي او اس ام، كاميرا قديمه رخيصه لكنها مازالت ممتازه. ومن بعد ندخل في برنامج جديد اسمه ذا في توك، نعملو بودكاست نحكيو فيه على الفيجوالز. في الحلقه دي نستدعاو سفيان الشيري اللي هو منتج ومخرج تونسي باش يحكي لنا على الاكسبيرينس نتاعو. ومن بعد دايركتلي عندنا حلقه خاصه واتس ان هيز باج، اللي نجم نغير لها اسمها تولي واتس ان هيز كيسز، سيد جيب معه ماتريال الدوخ. بالنسبه للحلقات اللي خارجين على التيك والفيجوالز هما حلقتين بالنسبه للشهر ونص اللي بقاو في البرمجه. عنا الحلقة الأولى هي The V-Maker Doing Q&A، نخليكم صورة على الكوميونيتي تحتها في الكومنتس تخلوني الأسئلة نتاعكم. هذه البارت يوتيوب باش نختار 5 أسئلة منهم، ومن بعد نعمل ستوري على الانستغرام وباش نختار أفضل 5 أسئلة. الفيديو اللي بعدها هي أفضل كونسبت موجود على اليوتيوب شانل العامل يعني نسبة مشاهدة جيدة قبل ما نمشي لسديم، واللي هو The Gear Talk. هالكونسبت هذايا هو كونسبت نحكي فيه على مواضيع الشباب. المرة هذه الحلقة على الاليكسبريس، الحلقة اللي تستنوا فيها عندكم برشا من قبل ما نمشي من سديم، باش نحكيو كيفاش نجمو نشريو، هاو تو يوز ذا كاردز في تونس. توا لازم نحكيو على نهاية، نهاية التحديات. أما أول حاجة لازم نفسر لكم علاش أنا عملت هالتحديات أصلا، وعلاش شاركت فيهم. حبيت نعيش
الادفنتشر. عجبتني الحكايه حبيت نكملها اوت اوف ذا كومبيتيشن، يعني كانت اكسبيرينس مزيانه. فنشكر هالجماعه ذوما زادا اللي جابوا لي هالفكره هذه. anyway شكرا ل ار ميكر جي ميكر اند بي ميكر. انت وي ساي حتى انتم حشمتوا مرسي. ايه وين ماشيين؟ ايه بشوي بشوي لولي. انتهت رحلتكم في كوكب سدي، انطلق.